اسمي هادي اللعبي، 33 سنة، من جنسية مغربية، مقيم بالإمارات، مولوع بالفن من صغر السن، فاوندر ديال فرقة برامبلز ولا فرقة برامبلز دي إكس بي. برامبلز هو كونسيبت موسيقي كياخذ براميل وكيرجعهم، يعني كيردهم آلات موسيقية اللي يمكننا نعملوا عليها عزف إيقاعات مختلفة. احنا هالالات كنسميوها ريسايكل، يعني البراميل اللي كنشوفوا هنا هي صح براميل عاديه اللي كنا نشوفوا في بترول ستيشن ولا في اي مكان ثاني، بس احنا كنخدموا عليه باش يعطي الصوت تبعه. الناس اللي بيعزفوا على هالالات ولا اللي منضمين لفرقه برامز هما ناس بروفيشنال، لان هما ارتست موزيشن. احنا بنستخدم يعني البراميل، بس بنستخدم كمان يعني آلات ممكن نشوفها، يعني مثل سنير ولا مثل جامبي اللي هو آلة إفريقية. يعني احنا بنعمل هالميكس تبع الآلات ريسايكل اللي هما البرامل والآلات الموسيقية العادية. بس هو السر مش في الآلات لوحدها، السر يعني في كيف يعني تعمل توزيع موسيقي عادي على آلات اللي مش هي عادية كبيرة. بالاول ابتدينا بست عناصر، اوكي، واخذنا يعني براميل بلاستيك وبراميل حديد عاديين، اوكي، وصرنا بنلعب عليهم. ساوند اوكي بس مش واو، يعني از اوريجينال، لما تشوف تقول اوريجينال بس مش واو. بعدين يعني انا حبيت يعني اروح يعني اكثر بال يعني ميوزيكلي ادفانسد، واف يو وانت تو جو يعني ادفانسد لازم تروح تعمل سيرش وتشوف يعني كيف ممكن يعني تمزج بين الانسترومنت العاديين بالانسترومنت اللي عندك، ويعني ستيب باي ستيب بتحاول يعني تعدلهم بطريقه يعني يور ليرنينج، يعني بنتعلم داي افتر داي. حتى اليوم يعني في كذا انسترومنت اللي بنحاول يعني نمزجهم مع الانسترومنت اللي عندنا، مره بيصلحوا مره بنشيلهم عليهم. إذا حاب أختصر مسيرة برامز من بدايتها حتى اليوم، باختصرها في ثلاث كلمات: creativity، إنجاز، و experience. احنا مع الاكسبيرينس أخذنا برامز من a very simple concept to a very advanced show. خلينا نشوف الانسترومنت اللي عندنا. اوكي، هاي البرميل العادي، برميل تبع البلاستيك. هاي البرميل بناخده بنفتحه وبنحط يعني مثل فوم جوا، بنحاول ناخد منه الصوت تبع البيس. هاي البيزك ساوند تبع البيس، بس بنفس البرميل ممكن نحط يعني صوت مختلف شوي على البيس to have يعني this variety. هلا برميل تاني هو is a small one، اوكي، بس هي تحويل يعني مختلف. بنفتح البرميل عشان يعني يكون عندنا صوت يعني من هون، بنحط هاي المسامير بغرض يكون عندنا مثل صوت سنير، يعني اذا عملنا هاي بيكون عندنا مثل تقريبا صوت سنير. سو بنعزف عليه بطريقه مختلفه على الاول، وحتى الستيكس بيكونوا مختلفين. خلينا نسمع كيف بيكون. خليني نعزف لكم يعني شيء صغير